بشأن القواعد الأمريكية، لا توجد قاعدة أمريكية بهذا المعنى. دعنا نعرف الأشياء. أنا سبق لي في حوار جرى بيني وبين السيد خطيب زادة العزيز، قلت له أنا من أنصار المدرسة الواقعية. هناك تعريفات تتكرر في وسائل الإعلام وتطلق في الخطابات، علينا أن نحيد خطابنا بشكل واضح ونرتكن إلى الواقعية. أين هي القواعد الأمريكية في العراق؟ كل القواعد الموجودة في العراق هي قواعد مشتركة وأراض سيادية عراقية. ثانيا، قوات التحالف الدولي تتواجد في العراق بطلب من الحكومة العراقية، وتواجدت هذه القوات لمساعدة الحكومة العراقية وبطلب منها لمواجهة عصابات التطرف والتكفير داعش.